فيه ويليام نون. طبعا كان هناك من المفترض أن يكون هناك تحقيق معه ومع 11 شخص آخرين يوم الاثنين على خلفية قضية يعني الأعمال رشد قصر العدل التي حدثت يوم الثلاثاء على خلفية جلسة المجلس الأعلى للقضاء وتعيين قاضي رديف. ولكن يبدو أن هناك تم تلفيق تهمة أخرى بأنه يهدد بتفجير ربما قصر العدل. ومعنا اليوم نزلت والدته أيضا على مكان توقيفه، أكيد جرحك بعده كبير من اللي صار بانفجار مرفق بيروت. اليوم تم توقيف أمك الثانية اللي ما ترك هذه القضية ولا نهار. ليش اليوم قررت تنزلي بالليل على مكان توقيف؟ أنا بدي أقول شيء، أنه واحد قتلوه والتاني ببهدلوه على الطرقات. سوري إذا بدي أحكي هيك، نحن لنا زعران ولا قطعين طرق ولا منأذي حدا، هن أذيونا، هن قتلولنا أولادنا، أولادنا كانوا قاعدين بالإطفائية بيروحوا بيساعدوا العالم، مش عارفين إنه في شيء انفجار ناطرهم. نزلوا لا بيحققوا لا بيطلبوا بياخذوا المطلوبين على التحقيق، مطلوبين اثنين على التحقيق في بحق المذاكرة الجلب بيترشحوا بيطلعوا نواب ونكيب الأهالي بحطوهم بلجنة العدل. هاي وين بتصير؟ وينكم يا عالم؟ وين قدرين دولنا؟ وين لجنة حقوق الإنسان؟ وين صار هيك غير بلبنان؟ ابني قال امبارح انه بدي فجر، ابني منوش أزعر، ما عنده شيء، متفجرات، عندنا هالحجار نحارب فيها، كسرنا لهم إزاز، كسروا لنا أولادنا، كلهم قبرناهم مرتين، أنا مبروعة مدفون ابني لأنه في تابوتين، ما بقدر أشوفه. وينكم يا عالم يلي بحب وليام وبحب قضيته ينزل معنا على الطريق؟ خافوا الله، لك خافوا الله يا زعران، عم بتوقفوا وليام نون؟ بدكم تسكتوا؟ مش رح يسكت ونحن مش رح نسكت، بدنا لحسابكم، بدنا نشنكم كلنا وليام نون. طيب اليوم تم توقيف وليام بوقت الوزراء